توجه للدوحة أمام المنتخب العسكري، حيث يستعد الأخير أيضا لبطولة كأس العالم أسيزم. دخلت خطة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الوطني حمد العزاني حيز التنفيذ، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة، حيث سيخوض تجربته الودية الأولى في هذا التجمع يوم بعد غد الثلاثاء أمام المنتخب العسكري، وهذا الأخير يستعد أيضا للحدث الأهم وهو بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم السيزم التي تستضيفها السلطنة العام المقبل. ويعد لقاء بعد غد فرصة لمنتخبينا الأولمبي والعسكري في رحلتهما مع الإعداد، وبعد لقاء العسكري سيتجه الأولمبي للعاصمة القطرية الدوحة بالأسماء التي اختارها العزاني، وهي عمار شيادي، أسعد العوادي، وعمار سيف، محسن صالح، صلاح سعيد، زاهر سليمان، وإيهاب أيوب، مروان تعيب، أحمد البريكي، معاذ الخالدي، عبد العزيز مبارك، عادل خميس، المعتصم مبارك، إبراهيم المخيني، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، بخيت سالم، ثاني الرشيدي، حاتم الرشدي، بلال البلوشي، إبراهيم عيسى، مؤنس الرقادي، العاصم الحارثي، وعمران الحيدي. ويعتبر لقاء الأولمبي القطري على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للجهاز الفني، حيث يسعى من خلاله إلى معرفة مدى تطور بعض الأسماء في المنتخب ومدى قدراتها الحقيقية، لا سيما وأن المنتخب القطري الأولمبي واحد من أفضل المنتخبات في منطقة الخليج بل وعلى المستوى الآسيوي. أعلن رؤساء هيئات واتحادات رياضة السيارات والدراجات النارية في دول الخليج العربي عن إطلاق تحدي الخليج، وهي البطولة الأولى من نوعها على رزنامة رياضة السيارات والدراجات النارية الخليجية. وقد أعلن عن المشاركة في تحدي الخليج بالإضافة إلى السلطنة كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت. ويعد تحدي الخليج بمثابة الانطلاقة الأولى للتعاون الخليجي المشترك في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية، والخطوة الأولى على طريق بناء شراكات مثمرة في هذا المجال بهدف الارتقاء بالرياضة واستدامتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وقال جمال بن سعيد الطائي نائب رئيس الجمعية العمانية للسيارات: لدينا مهارات خليجية واعدة في مجال رياضة المحركات، مهمتنا تشجيعها وتوفير الفرص الملائمة لتطويرها وتمكينها من تحقيق طموحاتها. وسينطلق تحدي الخليج في يناير 2017 ولغاية 31 بديسمبر 2017، وسيتم الإعلان عن تواريخ وتفاصيل جولات في وقت لاحق، وسوف يشمل فئات السيارات وسيارات البقي ودرجات النارية ودرجات رباعية الدفع الكواتس. نجحت إدارة نادي ظفار بالتعاقد رسميا مع المهاجم البروكيني عبد الله سيسي لمدة موسم واحد قادما من نادي الزمالك المصري بعد مفاوضات طويلة أتت أكلها ليلة الأمس. ويعد المهاجم البروكيني إضافة كبيرة للزعيم في خط المقدمة، وسيشكل ثنائي خطير مع التنزاني الياس ماغوري. فظفار الذي يتصدر دوري عمان تالي المحترفين رفقة نادي صحار يطلع هذا الموسم إلى تحقيق لقب الدوري الذي طال انتظاره، علما بأن الفريق لم ينجح بالتتويج بأي لقب منذ تطبيق نظام الاحتراف.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وطاب مساءكم بكل خير. ننتقل وإياكم إلى فقرة ضيف في الحدث، حيث انطلق موسم السباقات التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن، وكانت البداية من ولاية هيمة على مدى يومين ب14 شوطا لمختلف الفئات العمرية، خصصت لها 6 سيارات وخناجر ومبالغ نقدية، وهي مدعومة من قبل شركة أوكسيدنت العمان التي تدخل في هذه الشراكة مع اتحاد الهجن للسنة الثالثة على التوالي. مزيد التفاصيل راح نتحدث عنها إن شاء الله من خلال هذا اللقاء مع سعادة الشيخ حمودة بن محمد الحرسوسي، أمين سر اتحاد سباقات الهجن. سعادة الشيخ أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك، ويا أهلا وسهلا بالأخوة السادة المتابعين خلف شاشتكم. أهلا وسهلا وبك حي. إذن قبل البداية في الحديث مشاهدين الكرام، دعونا نتابع وإياكم هذا التقرير وثم نبدأ وإياكم هذا الحوار. الهبوط التدريجي إلى خط النهاية وإلى الخيمة. تمسكا بالتراث العماني الأصيل وسيرا على خطى الأجداد، انطلقت على مضمار الهجن بولاية هيمة بمحافظة الوسطى فعاليات سباق الهجن العمانية الأصيلة، والذي استمر على مدى يومين. نشكر شركة أوكسيدنت العمان على جهدها ودعمها السخي، وكذلك الشكر موصول للاتحاد العماني على جهده المقدر ولما لهذا الموروث من أهمية في نفوس أبناء عمان عامة، واهتمام الحكومة بهذا الموروث لدى كافة الشرائح المجتمع. السباق شهد منافسة بين أصحاب الهجن من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، والذي اشتمل على 6 أشواط للحجايج واللقايا. أخونا واحد سبق خذ سيارة في شوط القعداني الأول والثاني، والحمد لله فوز، يشوفه مشرف وحضور أهل المشايخ والاتحاد وزارات الحكومية وأيضا الإعلام العماني نشكره. اللحظات الأخيرة وهنا أيضا شاهين. ففازت في الشوط الأول الشاهينية لحميد بن محمد الجحافي، وفي الشوط الثاني جاء في المركز الأول القعود الوضيحي لمالكه سعد بن محمد الجحافي، كما انتزعت الصدارة في الشوط الثالث البكرة الشاهينية لمالكها حثيث بن منقاش الحرسوسي، وفي الشوط الرابع فاز بالمركز الأول شاهين لمالكه أحمد بن سعد الحرسوسي، وفي الشوط الخامس حصلت على المركز الأول محيطة لمالكها ملهي بن علي بن صالح المسهلي، وفي ختام الأشواط حصل على المركز الأول القعود أشقر لمالكه علي بن سالم الكثيري. وفي ختام السباق كرم سعادة الشيخ سهيل بن محاد المعشني ولهيمة الفائزين بالمراكز الأولى في جميع الأشواط. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، تابعنا وياكم هذا التقرير حول السباق الذي أقيم في ولاية هيمة، ورحب مجددا بسعادة الشيخ محمود الحرسوسي. أهلا بك سعادة الشيخ مرة أخرى. نبدأ مع ما انتهى عليه التقرير، السباق أول سباق لكم في هذا الموسم من ولاية هيمة، كيف تابعت السباق بشكل عام؟ والله السباق جيد والحمد لله، انطلاقة موفقة للاتحاد العماني، ودائم هذه المناسبات مقياس درجة نجاحها هو بعدة أشياء، كثر الجمهور، تعدده من جميع محافظات السلطنة، هذه الأشياء يعني تعرف أن المناسبة فعلا، فلو تتابع الجوائز اللي رصدت صحيح، وكأنها تساوت من الشرقية ومن الداخلية ومن محافظة الظفار ومن الوسطى، وكأنها في عدالة وسوية، وهي الظروف والصدف جات كذا، وهذا دليل على أن السباق شاركت فيه شرائح عديدة ومن محافظات عدة، وهني وصول الرسالة إلى أصحاب الهجن هو التفاعل. والسباق بشكل عام تعدى مفهومه السابق اللي هو هدف الدولة أو الاتحاد العماني، كان أنه الحفاظ على الموروث الشعبي والحفاظ عليه ونقله من 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 الأجداد إلى الأحفاد، لكن المفهوم تطور إلى أن أصبح لقاء اجتماعي ثقافي بين أبناء عمان من شمالها وشرقها وجنوبها، أيضا أصبح للمكان اللي يقام فيه منشط تجاري ومحفل،
وتنشيط حركة تجارية وقيمة مضافة موجودة، تتحرك الفنادق ومحطات البترول والمطاعم وكلها، حتى على مستوى سيارات اللي تعبي المياه وغيرها، حتى على مستوى الشراء القت والذبايح والأمور، كل هذه تساهم في حركة موجودة. ممكن أن يكون المهرجان مدته يومين، لكن طبعا أهل الهجين يقولون قبل السباق بيومين، وأيضا يتأخرون بعد السباق بيوم أو يومين. فتحس المكان المقام فيه الهدف أن فيه منشط، في حركة تجارية أكثر، فجوانب عديدة أضافت على الهدف الأسماء السابق. جميل، يعني الأهداف تعدت مسألة مثل ما ذكرت الحفاظ على الموروث، وأيضا إضافة بالنسبة لولاية هيمة. نعرف ولاية هيمة من الولايات الواعدة حاليا في مسألة النشاط التجاري، وبالتالي إعطاهم فرصة أيضا في مثل تنظيم هذا السباق. نعم نعم، طال عمرك. جميل، كيف كان السباق فنيا بالنسبة لكم؟ هل توقعتم الظهور بهذا الشكل، خاصة أن 16 شوط امتدت لمختلف الفئات الموجودة معكم؟ نحمد الله أولا على أن السباق أو المهرجان تم بدون حصول حوادث، بدون حصول إشكاليات، تحديات كبيرة في هناك لابد من وجود تحديات. تحاول إدارة الاتحاد واللجنة المحلية مشكورة برئاسة سعادة الشيخ الوالي تفاداها وحلها وكل هذا، لكن نجاح تام. تعدد الأبناء السلطنة من أكثر من محافظة، هذا مؤشر جيد. الجدير بالذكر أن في تقريركم هناك سباق أقمناه نزولا لرغبة أبناء المحافظة، وهناك السنون المعتادة اللي هي الفطامين دون السن المعتاد اللي الاتحاد يرصد لها سباقات، ولكن هذا السن الفطامين مؤهل على أن يصل به الأعمار السنية في سن الحقائق واللقاية وغيرها، وبالتالي أقمنا لهم بين اليومين مسابقة من الاتحاد كدعم كتدريب، أيضا هذا مش موجود في التقرير. هذا يدل على أن حتى هناك على شاكلة مدرسة الكورة أن يكون السن جميل يعني، وهذا أيضا تفاعل مع البيئة المحيطة. الاتحاد في النهاية هو يخدم المضمبرين ويخدم أصحاب الهجين وملاك الهجين، وبالتالي يتوفر كل حاجة بالنسبة لهم وقت ما هم يطلعون. صحيح صحيح صحيح. طبعا هذا كان أول سباق بالنسبة لكم في هذا الموسم، مع وثمان سباقات أخرى. نعم. كيف خطة السباقات بالنسبة لكم من هذا الموسم؟ تعلم سيادتك أن الاتحاد العماني برنامجه تزامنا مع الجو البارد نوعا ما يبدأ في شهر أكتوبر وينتهي في أبريل اللي هو شهر أربعة، لكن يميز، وهذا حال الخليج العربي، بعد شهر أربعة تبدأ درجة الحرارة مرتفعة، من الصعب أنك تشارك بركاب ركض وسباق وهذا، إلا أن ميزة سلطنة عمان يكون في محافظة الظفار الجو ماطر وخريف والأجواء باردة. الاتحاد يقيم مسابقة هناك ويكاد ننفرد فيها في غيرنا، عن غيرنا من الاتحادات الخليجية، لعدم توفر الجو المناسب، لعدم توفر الجو المناسب معهم، فإحنا ننفرد في هذه الميزة نظرا لوجود ظفار والخريف، وأيضا السواح يجدون أنفسهم خاصة أبناء الخليج العربي. صحيح. فنقيم مناسبة في شهر ثمانية كل عام، الحين أتصور في نسختها الرابعة. هذه يميز السلطنة، إضافة مميزة. نعم. بالنسبة للسلطنة إضافة مميزة. نعم صحيح، يعني السباقات تتوزع على مستوى مختلف المحافظات طبعا السلطنة، تتوزع حسب التدرب ما بين. احنا نعمل جدول ونحاول أن نقيمه في أماكن متفرقة حتى تعم المنفعة الجميع، وحتى تقيم نشاطات ومحافل في هذه الولايات العمانية وتنشط حركتها. كذلك نقيم في عدة يعني أعمار سنية للهجن، وأيضا نقيم جوائز للسباق اللي هو الريس، وجوائز للمحالبة، وجوائز للمزاينة، وجوائز للعرضة. جميل. الاتحاد العماني يشرف على 4 أنواع من السباقات، بالتالي مختلف المسابقات موجودة. أيوة، مختلف المسابقات موجودة بأماكن مختلفة حتى نعطي أكثر شمولية وأكثر ميزة لعمان الحبيبة. جميل، وهذا هو متاح للجميع، لملاك الهجين على مستوى مختلف المسابقات. وهذا العام وعلى العام الثالث على التوالي شفناك وجود شركات للرعاية لاتحاد الهجين في مسألة السباقات، وشفنا أوكسيدنت العمان موجودة كانت في سباق. نعم. هيم. الاتحاد من حوالي سنتين أو أكثر هناك لجنة قائمة، وحقيقة أشكر رئيس هذه اللجنة أخ سالم الهاشمي، رئيس لجنة التسويق،
قام بدور جيد وشركات القطاع الخاص بادرت، وهذا هو التفاعل الطبيعي. فشركة أكسيدنت المشكورة تقيم هذا السباق كل سنة في الوسطى وأيضا في محافظة الظاهرة، وكذلك تقييم سباق في المصنعة على مستوى 10 سيارات. أيضا بعض الشركات على شاكلتها بدأت تتعاون معنا دليل للنفط، وكذلك نامل من القطاع الخاص أن تحذو حذو هذه الشركات في دعم الجانب الموروث الشعبي وأيضا الموروث العماني. جميل. مسألة العقود الرعاية والشراكة مع الشركات الخاصة أو القطاع الخاص، هل تقتصر على توفير الجوائز فقط أم هناك أيضا مسائل أخرى في مسألة تنظيم هذه السباقات؟ أبدا، إحنا الشركات تقدم الدعم المادي، والاتحاد العماني يقوم بجانبها في الإدارة والأمور الفنية. جميل. هذا بالنسبة للشركات الرعاية، ولكن مثل ما ذكرت أن الشركات الرعاية هل هي راعي للاتحاد منها فقط لسباقات معينة فقط معها؟ لا، سباقات معينة. سباقات شركة معينة. أكسيدنتل تقدمت مشكورة بعدد 22 سيارة وطبعا يكون شعاراتها موجودة، يكون مدعوين تنشر، وحتى يمكن لو تابعت التقرير تشوف اللوجو موجود. صحيح. شعار أكسيدنتل وعلى 3 أماكن: المحافظة الوسطى، الظاهرة، والسنة هذه في الداخلية هقيم، وفي المصنعة 3 سباقات بالتعاون مع الاتحاد العماني تقدم لها الدعم والرعاية لشركة أكسيدنت العمان. جميل. وبالتالي الباب مفتوح لجميع الشركات. نعم، القطاع الخاص مفتوح لمسألة الرعاية، وهذه دعوة من منبركم لبقية الشركات القطاع الخاص أن تساهم وأن تدعم، وإحنا على أتم الاستعداد للتعاون معها. جميل. البروز الهجل العمانية خلال الفترة الماضية كانت هي الأبرز على مستوى الخليج، سواء كان في الحضور الخليجي أو حتى هنا في السلطنة. كيف ترى التطور في المستوى اللي يقدمه الهجل العمانية حاليا؟ حقيقة الأمر الهجنة العمانية هي الأول، والمضمر العماني هو الأول، هو الأول. والدليل في أغلب الإدارات اللي ترعى قطاعات الهجنة أو العزبة الرئيسية الكبيرة تجد أن مضمرها عمان، وهذا بفضل الإذاعة والنشر والتلفزيون اليوم موجود. الاتحاد العماني يحاول في هذا الجانب أن يكرم المضمرين العمانيين الذين أبلوا البلاء الحسن خارج السلطنة وحصلوا على جوائز كذلك، وتكريم يأتي سنويا لما يتكرم وزارة الشؤون الرياضية المبدعين رياضيا، الاتحاد يكرم أيضا المبدعين في هذا القطاع اللي هو قطاع الهجن. أحب أوضح نقطة هنا، أن الاتحاد لم يقف مكانه، وإنما نحاول نجدد. أدخلنا الشريحة الإلكترونية على الهجن، نسقنا للهجن لدى الجهات المعنية، سواء كانت وزارة الإسكان لوجود عزب مرتبة أو لدى وزارة القوى العاملة، حتى يمكن لصاحب الهجن أن يجلب عمالة ماهرة في هذا الجانب متخصصة كخدمة. كذلك يتم تنسيق مع شرطة عمان السلطانية لعبور الآليات، لأن تعرف أن استبدل بالراكب البشري الراكب الآلي، وهناك كانت تواجههم تحديات في الحدود، وهذه الحمد لله تم معالجتها مع الإخوان المختصين في شرطة عمان السلطانية، وجميع الجهات الحمد لله متعاونة إلى حد ما. جميل. يعني هذا التعاون من باب البروز للهجن العمانية، وبالتالي أعطاهم فرصة لهذا البروز. أيضا موسم البيع والشراء أيضا شفنا ارتفاع في الأسعار حاليا، وإقبال أيضا على شرائها سواء كان هنا داخل السلطنة أو حتى من خارجها. نعم، هناك إقبال وموسم شراء جيد، لكن السابق كان يهتموا بالهجن كرغبة كحب، اليوم أصبحت كثير من رعاة الهجن اللي سابقون هو الهدف مادي، هدف تجاري، لأن الهجن أصبحت اقتصاد وأصبحت ذات مردود وذات. صحيح. جدوى. وإحنا نشكر حقيقة الأمر القائمين على هذا الجانب من الحكومة، اهتموا بهذا القطاع، قطاع الهجن، في فترة من الفترات يلان أصبح ذو جدوى وذو إنتاج، وأصبح المؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة تساهم فيه مساهم فعال. صحيح. التنظيم سباقات، هل لكم تنظيم سباقات إن شاء الله مقبلة سواء كان على مستوى الخليجي بإذن الله مستقبلا؟ إحنا هناك كأس الخليج الحين في نسخته الرابعة،
الخامسة عذرا، كان سلطنة عمان الفترة الماضية مستضيفة، صحيح، مستضيفة كأس الخليج في السلطنة، والحمد لله النوق العمانية جابت مراكز أولية على مستوى الخليج العربي، والآن الدورة القادمة بتكون في أبوظبي، وهناك مشاركة للعمانيين، نتمنى إن شاء الله أن يعودوا بإذن الله بالفوز وبالنصر ويفرحوا مشاهديهم ومتابعيهم بإذن الله كالعادة كما تعودنا منكم دائما. التعاون مع الهجان السلطانية دائما لكم تعاون معهم وفي تنظيم سباقاته وحتى على مستوى مختلف المستوى بالنسبة للهجان. طبعا الاتحاد العماني لسباقات الهجن هو المظلة الراعية والمختصة فنيا في إدارة السباقات والإشراف عليها. الهجان السلطانية مشكورين، احنا بيننا وبينهم تعاون جدا، كذلك هم يساهمون مساهمة فعالة، وأيضا لهم برنامج سنوي يبدأ معنا أو يكاد يكون قبلنا وينتهي بنفس المنتهى في خطان متوازيين. الهدف واحد، أيضا لهم جوائز قيمة، نحاول دائما برامجنا وبرامجهم نعملها أنها بحيث أنها لا تتعارض، بحيث أنها تكون مكملة لبعضها البعض، وهذا ما نشهده. ونشكر القائمين وعلى رأسهم الشيخ حميد زرعي مدير عام الهجان السلطانية، متعاون معنا جيد، ونهديه التحية من خلال شاشتكم. أكيد نتمنى إن شاء الله كل التوفيق في مسألة تنظيم هذه البطولات وأيضا في الحفاظ على هذا الموروث التقليدي بإذن الله، وشكر لك على وجودك سعادة الشيخ لهذا اليوم، ويعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا لك، وأحب أن يعني كلمة أخيرة، طال هذا القطاع وغيره من القطاعات، طالما أن الراعي الرسمي له والأب الروحي له جلالة السلطان، فيثق الجميع بأنه بخير وأنه من 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 سعادة إلى سعادة إلى سرور، والحمد لله نرى العجلة دائما في تقدم بإذن الله. شكرا لك سعادة الشيخ حمود بن محمد الحرسوسي أمين سر اتحاد سباقات الهجن على هذا الحضور، ومتواصلين إن شاء الله معكم مشاهدين الكرام في برنامج الحدث فاصل، وبعد الفاصل لنا عودة لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج.
اهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم مع ضيوفنا في برنامج الحدث، حيث حصل منتخبنا لكره اليد الشاطئيه على فضيه دوره الالعاب الشاطئيه بفيتنام، والتي صعد فيها منتخبنا المباراه النهائيه امام شقيقه منتخب قطر وخسر بضربه ترجيح في هذه المباراه. لمزيد من التفاصيل سعدنا نرحب في الاستوديو بالفاضل الشيخ سلطان بن حميد الحسني رئيس اتحاد كره اليد، وكذلك الكابتن حمود بن سالم الحسني مدرب منتخبنا لكره اليد الشاطئيه. اهلا وسهلا فيكم. حياك الله. حياك الله شيخ. اهلا وسهلا. وكذلك كابتن حمود حياك الله. حياك. اهلا وسهلا. اذا قبل البدايه في الحديث مشاهدينا الكرام كما تعودنا نتابع اياكم هذا التقرير ولن نعود ان شاء الله. استحقت يدنا ان تقبض على ذهب دوره الالعاب الشاطئيه الاسيويه التي اختتمت مؤخرا في فيتنام، بعد ان قدم نجومنا كل امكانياتهم ونجحوا في فرض سيطرتهم الميدانيه ودفع المنتخب القطري الشقيق للتراجع، لكن صوت صافرة التحكيم حرمت الأحمر من ذهب البطولة ومنحته الفضة. لم نعتد أن نضع اللوم على أحد في حال خسارة أي من منتخباتنا وأنديتنا في المشاركات الخارجية، لكن ما حدث مع منتخب اليد يستحق وقفة، فلا نريد أن نكون مع الظلم التحكيمي ضد أبنائنا الذين لم يدخروا جهدا فكانوا هم الذهب. كان منتخبنا هو المبادر بالتقدم في الشوط الأول حتى وصلت النتيجة إلى 16 مقابل 12، ليحدث السيناريو التحكيمي غير المتوقع فجاءت الأخطاء التي قادت اللقاء للتعادل ب 16 نقطة مقابل 16، ورغم ذلك استعاد منتخبنا التقدم من جديد ب 20 إلى 16، ورغم ذلك استعاد منتخبنا التقدم من جديد ب 20 نقطة مقابل 16 نقطة، واستمر في تقدمه حتى بلغت النتيجة ب 22 إلى 20 نقطة، وجاءت الأخطاء التحكيمية من جديد لتسهم في تقليص الفارق أولا إلى 21 نقطة مقابل 22، ثم منح التقدم للمنتخب القطري مع نهاية الشوط الأول ب 23 نقطة مقابل 22. تابعنا وياكم هذا التقرير وهذا جزء مما حدث في المباراة النهائية في هذا الليلة، وسنتحدث إن شاء الله أكثر مع من كانوا موجودين في أرض الميدان مع الشيخ سلطان وكذلك الكابتن حمود. الشيخ سلطان سنرحب فيك مرة أخرى والحمد لله على السلامة بعد عودتكم من فيتنام، كيف تابعت مشاركة كرة اليد الشاطئية في هذه البطولة بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. المشاركة كانت إيجابية، طبعا كان عندنا طموح وكان عندنا أمل، وحقيقة يعني كنا رايحين بعزيمة من خلال رجال المنتخب انه يعني العودة الى السلطنة بالميدالية الذهبية، وهذا طبعا نابع من ثقتنا في امكانيات وقدرات لاعبين، لكن قدر الله وما شاء فعل. ويمكن التقرير اللي تفضلتم جزاكم الله خير وقدمتوه حي حقيقة القائمين على اعداد هذا التقرير، اعتقد انه سرد بشكل مختصر للمشاهد الكريم بعض مما حدث للأسف في المباراة الختامية، لكن هذا طبعا ما يلغي انه احنا ننظر لرجال المنتخب انهم ابطال وقدموا اداء مشرف، وفي النهاية نحن يعني واجب علينا ان نتقبل الفوز والخسارة. صحيح. من وجهة نظرنا انها خسارة غير مستحقة نتيجة انها ما كانت في ارض الملعب، لكن كانت من خلال بعض القرارات التحكيمية، لكن هذا في نهاية المطاف أنا أتصور أن الخطأ التحكيمي جزء من اللعبة، لكن بشكل عام الحمد لله مشاركة إيجابية سواء للعبة كرة اليد الشاطئية أو مشاركة السلطنة أيضا بشكل عام قياسا بعدد الألعاب اللي شاركت فيها السلطنة في 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 هذا المحفل الآسيوي، الحصيلة تقريبا 4 ميداليات. أنا أرى أنه مؤشر إيجابي قياسا بالعدد، وأيضا يعني يمكن بعدد المشاركة وعدد الألعاب اللي شاركنا فيها، مع أنه كان يعني الامل يحدونا حقيقه انه السلطنه تشارك بعدد اكبر من الالعاب وتنافس، لانه يمكن البطوله اللي استضفناها في السلطنه في العام 2010 من خلال عدد كبير من الالعاب استطاعوا ايضا ابناء السلطنه انهم ينافسوا ويحققوا مراكز متقدمه، لكن نحمد الله على كل حال. جميل. يعني يعطيكم العافيه كابتن، او في البدايه على كل المجهود اللي بذلتوه من خلال هذه البطوله، وكلنا امل في تحقيق الميداليه الذهبيه، وبالفعل قدمتوا مستوى كبير. كيف تابعت المستوى العام، المستوى الفني اللي قدمه لاعبيك من خلال هذه البطولة؟ والله في الحقيقة نحن بعد رجوعنا من كأس العالم طبعاً اللاعب ارتاح تقريباً أسبوع، بعدين على طول بدينا في التدريبات. رحنا لفيتنام قبل أسبوع،
أعتقد البطولة بشكل عام كانت جيدة، مجموعة صعبة بالنسبة لنا بحكم أن الثلاث فرق هزمت بعضها بعض. صحيح. الشباب كانوا عازمين على الذهب بعد المشاركة في كأس العالم الإيجابية وحصولنا على المركز السابع. صحيح. بس قدر الله ما شاء فعل، للمرة الثانية على التوالي نحن نصعد للمباراة النهائية. فالحمد لله رب العالمين، الشباب ما قصروا، أدوا اللي عليهم. فترات كانت فترات العيد كانوا متواجدين في المقر، رجعنا على طول فترة شهر رمضان، فيعني ما قصروا الشباب جزاهم الله خير، أدوا اللي عليهم. البطولة كانت جيدة جدا، أنا راضي على أداء الفريق وعلى الشباب. أعتقد ظروف المباراة النهائية كانت مشابهة، نفس الشيء اللي من سنتين في بوكت بالضبط. نفس الشيء، فالحمد لله رب العالمين. جميل. على هذه النتيجة. شيخ نرجع للمباراة النهائية وما حدث فيها من أخطاء تحكيمية، يمكن كنا معك على الهواء مباشرة لما ذكرت بالكلمة نقولها الفساد التحكيمي اللي كان بالنسبة لي ما حدث في المباراة النهائية. ما الذي حدث؟ خلينا ناخذ بشكل عام ايش اللي صار في انا شوف انا كان عندي اتصال حقيقه معكم في البرنامج. صحيح. وهنا يعني حقيقه اود ان اثني واشيد ايضا على متابعتكم يعني حتى مشاركه المنتخبات الوطنيه في البطوله وحرصكم على وضع المشاهد في الحدث. وقبنا. يعني الاحداث اللي حدثت في المباراه يعني في نهايه الشوط الاول يعني ما كان عندي اي تعبير حقيقه استطيع ان اصف بما حدث، لانه هو مش خطا تحكيمي. لو كان خطأ من خلال احتساب فاول أو غيره هذا أمر مسلم فيه، يمكن يوم أنا استفيد منه وبكرة أنظر منه. صحيح. لكن للأسف يعني شيء يعني ما أستطيع أن أوصفه حقيقة. يعني لو حاولت أن أوصف اللي صار ما أعرف، يعني نتيجة السكور كانت معتمدة 22-22. أيوه. بعد ما اكتشف الجهاز الفني والإداري أن هناك خطأ في تسجيل النتيجة رجع إلى الأخوان في المسجلين واعترفوا بالخطا من خلال المشاوره مع الحكم واحتسب النتيجه 22-21 لمصلحه منتخبنا. جميل. والتايم كان مخلص الوقت الشوط، وحكم المباراه كانت اشارته واضحه بهذا الامر واكد ان الشوط منتهي. منتخبنا يستعد لنزول الشوط الثاني على اعتبار انه كسب الشوط الاول، وتعرف انت تكسب الشوط الاول تدخل الشوط الثاني بمعنويات وقدرات واريحيه اكثر ويكون الضغط على المنافس. صحيح. تفاجأنا بقرار من الحكم بأنه يطالب بلعب خطأ لمصلحة المنتخب القطري مشابه إلى يعني ضربة الجزاء، وقام بطرد اثنين من اللاعبين من المنتخب، وواحد منهم بالكرت الأحمر. الكرت الأحمر معناها استبعاد نهائي من المباراة، وواحد من أبرز الأوراق الرابحة بالنسبة للمدرب خصوصا في الجانب الدفاعي. فكلها قرارات كانت حقيقة غريبة، يعني أنا هذا لا أقلل، يعني على أساس أن أوضح أيضا لا أقلل من حقية الأخوان في قطر ونبارك لهم التتويج، بالعكس منتخب أيضا منافس، وكما هو معلوم يمكن في الأربع سنوات من الحين إلى أربع سنوات سابقة عمان وقطر دائما طرفي النهائي على المستوى الآسيوي أو على المستوى الخليجي، وهذا يؤكد أن المنتخبين هم الأقدر. صحيح. والأفضل خلال الفترة الماضية. لكن الأحداث حقيقة تجعل الواحد يعني فعلا يطالب ويناشد الأخوان، وأنا حقيقة أناشد من خلال برنامجكم هذا الأخوان في الاتحاد الآسيوي للعبة أن يعيدوا النظر في, 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 في هذه القرارات وهذه الأحداث اللي هي مش لأول مرة تكون. يعني للاسف لأن ذكر الكابتن كان في بوكت محمود في البطوله السابقه، البطوله. صحيح. الرابعه اللي كانت في تايلاند في بوكت تحديدا. نفس الخطا حدث، وايضا حرم المنتخب يمكن من 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 فرصه يعني في المنافسه على اللقب. يمكن البعض يتحدث انه المنتخب استطاع ان يعود في الشوط الثاني. نعم، استطاع المنتخب ان يعود في الشوط الثاني بحكم الاراده والطموح والرغبه الجاده اللي كانت مع لاعبينا، لكن تعرف الحاله الذهنيه التركيز التفكير في يعني صحيح. انت اليوم وضعت اللاعب في حاله ذهنيه يعني وما مركز، فاهم علي؟ فصار نوع من عدم التركيز، عدم تعرف الجاهزيه النفسيه للاعبين. صحيح. ورغم انهم استطاعوا انهم يجيبوا الشوط الثاني ويعودوا للمباراه وتحسن بضربات الجزاء، لكن القرارات التحكيميه كانت ذات اثر، لانه كما هو معلومة يعني يعلم البعض أو أنه لعبة كرة اليد الشاطئية يتم احتساب الأهداف بناء على قرارات الحكم بأنه هدف أو هدفين. صحيح. كانت نقطة ونقطتين بالضبط، وبالتالي هذه تؤثر في النتيجة النهائية للمباراة، وبالتالي
لاعبين هم رايحين ينفذوا ضربات الجزاء كانوا في قلق ايضا في مساله انه ممكن الحكم يحتسبها لي هدف او هدفين او خلافه. لا لكن انا اتصور انه وانا يعني اتمنى من من من, من الشيخ احمد الفهد رئيس الاتحاد الاسيوي وكل المعنيين في الاتحاد الاسيوي من اجل مصلحه لعبه كره اليد في اسيا. هل لكم مخاطبات شيخ؟ راح تكون هناك رساله رسميه ان شاء الله للشيخ احمد رئيس الاتحاد الاسيوي، لان انا متاكد انه لن ولم يقبل بما حدث من هذه الامور. مؤمنين، واعيد واكرر، مؤمنين بالخطا الوارد، الحكم جزء من اللعبه، لكن ما شاهدناه حقيقه في هذه البطوله ما كان خطا تحكيمي، ولا استطيع ان اقول انه ايضا متعمد، لانه الحكمين اللي اداروا المباراه النهائيه في ارضيه الملعب ايضا من الحكام المشهود لهم بالكفاءه، وان يقع حكام مشهود لهم بالكفاءه في هذه الاخطاء وهذه القرارات، وايضا عدم اتخاذ قرار واضح بين حكام الملعب وحكام على الطاوله، وايضا المسجل اللي كان مصر على انه هدفين والحكم يؤكد انه هو صاحب القرار بانها هدف، يعني هذه امور كلها يعني تستدعي وتتطلب من الاتحاد الاسيوي انه يعني يدرس هذا الامر، لانه اليوم حدث لعمان، وانا اقول لعمان ولا اقول لمنتخب، لانه اليوم المنتخب الوطني لا يمثل نفسه، يمثل بلد. صحيح. فنحن ما نقبل ان تنضر بلدنا بهذه الطريقه، او يسلب حق شريف في المنافسه الشريفه على ارضيه الملعب، لانه يعني تعرف في جهد، في تعب، في طموح، في عمل، في تضحيات حقيقه من المجموعه اللي كانت موجوده، يعني يمكن اللاعبين هذول تركوا اهلهم من فتره طويله، تعبوا واجتهدوا، وهذا اثر على 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 حياتهم الاجتماعيه، العائليه، وظائفهم، صحتهم، جهدهم. يعني تعرف انا اليوم اشتغل واتعب واجتهد واحاول، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بالله، نؤمن بهذا الامر، لكن لا اقبل ان يسلب الحق بفعل فاعل. الخساره لو كانت بنتيجه طبيعيه كانت نقبلها. شوف احنا يمكن قبل المباراه، وانا ايضا ابارك الاخوان المنتخب، اولا نبارك لمجلس الاداره الجديد في الاتحاد العماني لكره اليد، واتمنى لهم التوفيق، واشكر المجلس السابق على ما بذلوا من جهود. منتخبنا لكره القدم الشاطئيه ايضا استطاع انه يصل الى المباراه النهائيه ويقدم مستوى. انا حضرت المباراه، كانت قبل مباراه منتخبنا، لمؤازرة ودعم اللاعبين حقيقة في المباراة اللي قدموا بلاء ومستوى جدا حسن حقيقة وإيجابي، وخسروا من المنافس الياباني، بس كانت المباراة في أرضية الملعب بالفعل، وبالتالي تقبلنا أنه نخسر مباراة على أرضية الملعب. لكن ما حدث في لعبة كرة اليد أمام الجميع ومرأة الجميع حقيقة، نحن ما خسرنا في أرضية الملعب من خلال لاعب للاعب، خسرنا من خلال قرارات غريبة يعني واضحه للعيان، لدرجه انه استفزت الجمهور اللي كان موجود في ارضيه الملعب وتعاطف مع المنتخب بعد القرارات، وكان يشجع ويساند تعاطفا مع ما حدث في المباراه من قرارات تحكيميه. يمكن كان هذا له دور في عوده المنتخب في الشوط. بالفعل لا، هو اراده، شوف اراده رجال المنتخب هذول، انا مثل ابنائي ومثل اخواني حقيقه، انا اثق فيهم، اثق في امكانياتهم واثق في قدراتهم، وكنت واثق حقيقه بانهم يعني كانوا يعني ذاهبين الى هذه البطوله وامام اعينهم حصد الذهب، وكانوا يستحقوا. وهذا مثل ما اشار الكابتن حمود ايضا، يمكن احنا هذه الثقه والايمان بقدرات لاعبينا جاءت ايضا يعني من خلال المعزز اللي حصلنا عليه بعد المشاركه الايجابيه في بطوله كاس العالم، ووصول المنتخب الى المركز السابع، مع انه كان ايضا كنا قريبين من بلوغ الستة الاوائل، وكان فارق شوط واحد فقط اللي خسرنا اعتقد من اسبانيا، اللي فزنا على اسبانيا 2-1، وكنا فزنا على اسبانيا 2-0 او وخسرنا المباراه الاخيره من المستضيف المجر 2-1، كنا وصلنا من ضمن السته. فهذا المعزز، المستوى اللي قدمه المنتخب، كان يعطينا دلالات ان منتخبنا رايح للبطوله الاسيويه للذهبيه، ويمكن الجهد اللي بذلوه اللاعبين حقيقه طوال شهر رمضان المبارك وما بعد شهر رمضان المبارك، وفتره الاعداد المتواصله، هي مش مثاليه عشان نكون واضحين وصادقين مع انفسنا، هي مش مثاليه لكنها جيده قياسا بامكانيات الاتحاد، بقدراتنا وغيره، وايضا لما نقارنها مع المنافسين. احنا لما رحنا البطوله هذه قابلنا منتخبات حقيقه متطوره، يعني كان في مجموعتنا مثلا على سبيل المثال فيتنام، وكان اليابان وهونغ كونغ، من ثلاث المنتخبات المتطوره، حتى حسم مساله الفريق الثاني الصاعد مع عمان، لانه هذا اليابان فاز على فيتنام، فيتنام فاز على هونغ كونغ، فكانت
تؤكد انه ايضا المجموعه صحيح عشان نكون واضحين ايضا مجموعتنا اسهل من المجموعه الثانيه اللي هي كان فيها المنتخب القطري والمنتخب البحريني والمنتخب الباكستاني، لكن الرياضه دائما في ارضيه الملعب لا تعترف الا بالمنافسه. عموما في النهايه اعيد واكرر انه يعني اتمنى من الاخوان في الاتحاد الاسيوي يعيدوا النظر في هذه الامور ويدرسوها، ليس لمنتخبنا او لمنتخب اخر، لمصلحه اللعبه ومصلحه التحكيم الاسيوي، اللي نحن حقيقه فخورين ايضا ان بعض الحكام الاسيويين اليوم بداوا يصلوا الى بطولات كاس العالم ويكون لهم حضور واثبتوا جدارتهم، وبالتالي من المحزن ان نرى على مستوى بطولاتنا القاريه هذا المستوى وهذا الاداء وهذه القرارات الغير مقبوله. جميل، ابقى معك يعني كابتن حمود، انت كنت مع اللاعبين، اكيد لاثر مثل ما ذكر الشيخ سلطان على اللاعبين في مساله دخولهم الى الشوط الثاني، كان لكم دور ايضا في اخراجهم من هذه الحاله ودخول الشوط الثاني، كيف تعاملتم مع هذا القرار التحكيمي اللي حدث في المباراه النهائيه؟ والله يعني المباراه النهائيه اعتقد كانت من اصعب يعني المباريات، مش من ناحيه اللي هي الفنيه، من الناحيه اللي حصل في المباراه. صحيح. يعني بعد الشوط هذا، بعد الشوط الاول، في بعض اللعيبه تمت يعني تلعب وهي نظرها ان الحكام او ان حكام الطاوله اللي كانوا موجودين ظلموها، ففقد التركيز بعض اللعيبه، فقد التركيز. صحيح. يعني انا خسرت لاعب اللي هو مهدي سليمان من ابرز المدافعين، يعني ابرز المدافع، حتى الكرت الاحمر اللي هو اخذه يعني خطا، يعني ما ممكن انت تعطيه تستبعده على طول، يعني تستبعده على طول وهو خارج منطقه الجزاء، خارج خط السته، الوقت منتهي، اعلن الحكم انه على انتهاء الوقت. المراقب المباراه، المشكله ان مراقبين المباراه في هذه البطوله يعني اغلبيتهم جدد، يعني غير ملمين بكره اليد الشاطئيه، فهذا اللي يعني عمل ارباك خاصه في المباراه النهائيه. يعني حكم مراقب المباراه اللي انا اللي داخل الملعب واللي اسمعه من مراقب المباراه عشان ما اتبلى على الناس، او ان الحكم اشر على انتهاء الوقت، مراقب المباراه يقول لك انتهى الوقت خلاص. جميل. يعني الحكم يقول لك انا احسب هدف واحد، مراقب الحكم الطاوله يقول لك انا هدفين. يعني هذا اللي اللعيبه اللي هي يعني استاءت من هذا الوضع، ان نحن في كل بطوله يعني قبل، واحب اقول هذه الكلمه، ان نحن قبل المباراه النهائيه داخلين، في بعض اللعيبه تقول لك يعني للاسف المباراه ما احنا خلاص محسومه، في كلام كان يعني في كلام. بالعكس، يعني نحن رايحين من هنا الى فيتنام وكان عيننا على الذهب، وصرحنا بذلك اني رايحين للذهب. صحيح. عارف بامكانيات لاعبين وعارف بقدراتهم في كرة اليد الشاطية وبالمنتخب، يعني فيعني نحن نتكلم، كنا نتكلم على ان المباراة اوكي انتهت، خذوا هم شوط، في شوط ولازم نعوض الشوط هذا، طبعا عوضنا الشوط هذا، لكن يعني كرة اليد الشاطئية يعني على ما فيها احتكاك، ما فيها شيء، بينما نحن حصلنا في الشوط الثاني على تقريبا 4 ضربات جزاء بدون استبعاد اي لاعب من المنتخب القطري. ف يعني بصراحه يعني التحكيم كانت علامه استفهام كبيره، استفهام كبيره كبيره، رغم انه كانت الحكمين يعني من خلال معرفتي معهم من 2008 من افضل التحكيم كان على مستوى الخليجي او الاسيوي او بطولات العالم، دائما مشاركين في بطولات العالم الحكام، فاعتقد ان المشكله اللي صارت بين الحكام في الطاوله هي المشكله الاساسيه اللي صارت في المشكله هذه، صارت في في مراقب المباراه. جميل. يعني هذا بالنسبه لكل ما حدث من قرارات تحكيميه، وبالتالي لكن كان لكم قرار في ارضيه الملعب في المباراه نفسها، هل لكم كان وجهه نظر او يعني حديث مع الحكام؟ هو شوف سعيد، هي المساله مرتبطه بنظام وقانون.
يعني ما يصير أن اليوم تجنى أيضا على القانون وعلى النظام. لكن كان هناك إداري للمنتخب وكان هناك جهاز فني للمنتخب هم يقوم بالدور. لو اليوم نحن أحد الأعضاء الدكة من برا وتتدخل في هذه الأمور راح أنها غير مقبولة ولا يعني مش معقولة ولا مقبولة. وما ذلك كانوا هم حقيقة مكافحين في المطالبة بهذا الحق واستطاعوا أنهم يستعيدوا حقهم في مسألة النقطة اللي هي 22-21 وانتهاء الشوط لمصلحة المنتخب. لكن تفاجأنا بقرارات أخرى. عموما احنا أيضا على أساس أنه ما ننسى أيضا يعني حق لاعبي منتخبنا وجهدهم وفرحتهم نقول الحمد لله كثر الله خير جالنا ما قصروا أدل عليهم ورسالتنا وصلناها يمكن للأخوان في الاتحاد الآسيوي وهناك أيضا مخاطبة رسمية ستصل للاتحاد الآسيوي. هذا لا ينفي أيضا أنه رجال عمان ورجال المنتخب حقيقة كانوا على الوعد واستطاعوا أن يقدموا أداء مشرف. وشخصيا أنا شخصيا فخور ومعتز بهذه المجموعة من الرجال وأود أن أحييهم وأقدم لهم التحية والشكر. وأيضا أكثر فخر واعتزاز أنه اليوم عندي مدرب وطني بالفعل. يعني خلال هذه الفترة الماضية يمكن ثقتي في الكابتن حمود وأنه ابن البلد قادر أنه يعطي وأنه يقدم وأنه يبرهن ويثبت للجميع علو كعب المدرب الوطني هذه رسالة واضحة. فأنا اليوم خلينا أفتخر اليوم بالكابتن حمود والطاقم الجهاز اللي موجود معاه وأيضا رجال المنتخب أنهم راحوا بعزيمة وبإرادة وبطموح واستطاعوا أنهم يعودوا بما الله سبحانه وتعالى كاتبنا. في النهاية هذه إرادة الله سبحانه وتعالى لنا أن نحن نرجع بالميدالية الفضية وهذه مش نهاية المطاف. بالفعل. أنا أتصور أنه يمكن إمكانيات رجال المنتخب وأيضا أخوانهم من يستطيع أن يضع قدم أيضا في الفترة القادمة مع المنتخب خلال الفترة القادمة سواء بوجود أتمنى حقيقة وجود الكابتن حمود أو أي مدرب آخر أنه نحن نبني على هذه الإنجازات وهذه النتائج الإيجابية والمشرفة ونصل إلى أبعد من ذلك ليس على المستوى الآسيوي بل يكون لدينا طموح ورغبة وإرادة أنه على المستوى الدولي بإذن الله. بعيد عن المنتخب الركله الشاطئيه ابقى معك الشيخ سلطان في مساله الانتخابات القادمه. سمعنا انك خلاص ما راح تترشح الى الانتخابات القادمه. نعم. هل من اسباب وراء عدم الترشح؟ لا ابدا بالعكس يعني احنا فتحنا باب الترشح للانتخابات وتم غلق ايضا باب الترشح. انا من شخصيا ما تقدمت من ضمن واعلنت هذا قبل فتح باب الترشح. اعتقد انها مرحله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت فيها يعني أني بذلت جهد بما أستطيع بما الله سبحانه وتعالى قدرني مع المجموعة اللي كانت معي من الأخوان في مجلس الإدارة أو أيضا الأخوان الآخرين اللي كانوا سند ودعم سواء في وزارة الشؤون الرياضية أو اللجنة الأولمبية العمانية وأيضا الأخوان اللي كانوا المؤازرين والداعمين والمساندين بالرأي وبالمشورة وبالدعم من خلال الأندية أو وسائل الإعلام. فهذا جهد قمنا فيه والباقي إن شاء الله بإذن الله على المجموعة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إن شاء الله ويقدموا ما هو أفضل ويصححوا كثير من الأمور اللي قد تكون محتاجة لها لعبة كرة اليد. لكن هي يعني فترة واحدة راح أنها كافية بالنسبة. كافية وأعتقد حققتوا فيها الشيء الكثير بالنسبة لكرة اليد الشاطية. أعتقد يعني كابتن حمود اللاعبين اللي معكم أيضا يتواجد أيضا في كرة اليد للصالات بنفس اللاعبين أو بنفس الأسماء ولكن نرى بروزهم في كرة اليد الشاطية أكبر وأيضا النتائج اللي حققوها يعني أفضل من كرة اليد للصالات. ما هي الفروق بالنسبة لك؟ هي بالنسبة للعبة كرة اليد الشاطية أعتقد أن نحن بديناها تقريبا من 2008 استمر هذا المنتخب بعد تغييرات اللعيبة. أعتقد أول الفروق أنه ممكن المنتخب منتخب الصالات كان قريب نفس الشيء أنه حقق من المركز الثاني أعتقد في بطولة الخليج الثالث في بطولة الخليج في الدمام. أعتقد أن المنتخب الصالات يهتم بمراحل السنية من الصغر الناشئين والشباب إعداد لهذا هو هذا الفرق. ومنتخب الشاطية أعتقد أن بعد 2012 صعودنا إلى كأس العالم هي ذيك انطلاقته في منصات التتويج لغاية هذا اليوم. طبعا أحب أنتهز هذه الفرصة أشكر الشيخ سلطان على دعمه للمنتخب اهتمامه. هو أخ لينا دائما في كل بطولات حاضر. طبعا لي عتب على بعض الأعضاء المنتخب وصل من فيتنام ما حصل حد يستقبله يعني ممكن الوزارة نعذر الوزارة لكن أعضاء الاتحاد وين كانوا منتخب جايب ميدالية فضية المرة الثانية على التوالي. الكلمة الطيبة للعيبة هي اللي ممكن تسعدهم ان يشوف
أعضاء مجلس الإدارة استقبلوهم. صحيح. بينما اللاعب استفاجأنا بصراحة أني نحن جينا المطار يعني بدون استقبال. بدون استقبال يعني فللأسف يعني كان شيء محزن لنا واللاعبين أن أعضاء مجلس إدارة لم يتواجدوا في استقبال المنتخب رغم أن هذا إنجاز للبلد وليهم هم كأعضاء الاتحاد بحكم أن هذا منتخب إنجازات يعني الأربع سنوات الماضية كان منافس على الميدالية الذهبية في كل البطولات الآسيوية والخليجية في كأس العالم ممكن فرق شوط واحد ولكن بنلعب في كأس القارات السنة القادمة فهذا الكلام أوجه لأعضاء منتخب إنجازات بشكل كبير الحمد لله رب العالمين بوجود منتخب الإنجازات مثل ما تسمى الكابتن حمود أعتقد أن العمل بالنسبة للاتحاد القادم راح يكون كبير في مسألة الحفاظ على هذا المنتخب وأيضا الارتقاء بمستوى اللعبة إيش العمل المنتظر بالنسبة لمجلس الإدارة القادم إن شاء الله شوف سيد هي كل تجربة الإنسان يخوضها يجد إنه أخطأ في أشياء وأيضا قد يكون هناك نجاحات في أشياء أخرى صحيح. يقيسها الآخرين وليس هو أنا شخصيا أرى إنه يمكن